ولدت في منطقة في قبيلة شراقة وكنت أنا ذاك طفل صغير وكانت جدتي وجدي وأقاربي دائما يحكون لي على العطار وكان العطار في مجمل العطار الذين يمرون بالدوار كان من بينهم يهود وكنا نستغرب من شكله ومن ما يحمل على ظهر حماره من سواك وعطور وغير ذلك اذن هذه الصوره بقيت راسخه في ذهني ايضا حينما انتقلت الى فاس لفتره وجيزه كنا نسكن بالقرب من حي الملاح بفاس ايضا زادت الصوره تعمقت لدي عن يعني العطار وعن اليهودي بصفه عامه. لما انتقلنا الى الدار البيضاء شاءت الظروف ان اسكن في الملاح. وكانوا جيراننا من بين جيراننا يهود مغاربه اذكرهم بالاسم واذكرهم بالصفه نساء ورجالا واطفال اذا فتحت عيني على صوره اليهودي سواء في القبيله او في فاس او في الدار البيضاء وايضا شاءت الاقدار حينما اردت تسجيل رساله الدكتوراه فاقترح علي الدكتور عبد الرحمن بن من جامعه المولاي اسماعيل بمكناس ان يكون بحثي حول اليهود المغاربه وتحديدا حول صوره اليهودي في المسرح المغربي اذا هكذا جاء الاهتمام سواء كان اهتماما شماعيا او اهتماما اكاديميا اليهود المغاربه وصلوا الى المغرب من ضمن مجموعه من الرحلات او الهجرات كانت اخرها الهجره الاندلسيه ما جاش فقط غير اليهود ولكن ايضا مجموعه من مجموعه من الطوائف الاخرى او من المجموعات الاخرى منهم الموريسكيين ومنهم ايضا بعد ما تشدد الخناق عليهم في اوروبا بسبب مشكل قانون فيشي اذا في اوروبا الذي كان في اوروبا انذاك ويضيق الخناق على غير الاوروبيين فتعرض الى الهجره او هجرات متتاليه ليس فقط اليهود وانما ايضا حتى المسلمين او اليهود الذين اسلموا او الاوروبيين الذين اسلموا في اوروبا ولكن دخلوا الى المغرب وحملوا معهم علوما مهمه وحملوا معهم ايضا ثقافات متعدده فلذلك حينما دخلوا الى المغرب الموريسكيون واليهود والكثير من الاثنيات الاخرى جاءت النخبه النخبه منهم الفقهاء وعلماء الكلام آآ آآ علماء النحو في العلوم باسرها وايضا في ال في 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 الفنون في الفنون منها كما قلت سابقا الغناء والموسيقى بكل ضروبها وحينما نسمع الان الغرناطي وحينما نسمع الاندلسي وحينما نسمعه ايضا الشكوري فان بصمه اليهود واضحه بلكنتهم بابداعاتهم وفي هذا يمكن ان نذكر مجموعه من الموسيقيين مجموعه من المغنيين زهره الفاسيه ابي الطبول سامي المغربي الى غيره من من الاسماء وهناك الان جيل جديد اخذ المشعل يحاول ان ان يكمل المسيره مسيره الفن اليهودي بالمغرب حينما جاء اليهود من الاندلس استقروا في كثير من المدن العتيقه والان حينما نقول المدن العتيقة هي التي نجد فيها الكثير من الملاحات هي التي نجد فيها الملاحات مثلا نجد في فاس نجد في مراكش في الدار البيضاء في طنجة في حتى في القرى بعض القرى والمدن الصغيرة إذا حيثما وجد الملاح حيثما وجد اليهود المغاربه. واشتغلوا كما نعلم انهم الاغلبيه فيهم اشتغلوا بالتجاره واشتغلوا كذلك ببعض المهن الاخرى خاصه الحرف كالخياطه وصياغه الذهب وغيره من من الحرف التقليديه. والفضل يرجع لكثير من اليهود الذين برعوا في هذه الحرف وعلموها الى المسلمين المغاربه المسلمين لانه كان تجمعهم معهم بينهم اما شغل مشترك او شركات في هذه المهن او ايضا التجاره متبادله بينهم وبين المسلمين اذا هما جزء من النسيج المغربي لا يتجزأ مثلهم مثل الامازيغ ومثل العرب ومثل الموريسكيين ومثل اثنيات كثيره في المغرب التي تتعايش وتشكل فسيفساء وغنى كثير للمغرب ثقافه وفنا وعلما وحضاره وهذا هو المهم هذا هو لماذا المغرب يتميز عن عن, عن غيره بهذه الروافد الثقافيه ف الامازيغيه بكل فروعها تزودنا بصور وتزودنا بثقافة وتزودنا بخبرات وكذلك الفئة اليهودية أو الإثنية اليهودية أو كما تسمي يحلو للبعض أن يسمى الطائفة اليهودية كذلك المسلمين برعوا في كثير من العلوم وهذا هو الأهم وهذا النسيج وهذا هو التلاحم بين هذه الحضارات كلها أه حينما دخل اليهود او جاء اليهود عبر رحلات الى المغرب وجدوا المعارضه الاولى من اليهود البلديين. اليهود الذين كانوا يقيمون في المغرب، لان هؤلاء اليهود كان بعضهم متقرب من السلطات المغربيه عبر التاريخ. فحينما جاء اليهود من الاندلس جاءوا بخبرات وجاءوا بعلوم فلذلك السلطات المغربيه قربتهم الى اليهم للاستفاده من علمهم وفنهم وفكرهم وسياستهم وغير ذلك فلذلك وقع التنافس بين اليهود الوافدين واليهود المقيمين ونحن نعلم على ان جل سلاطين المغرب كلهم كانوا ياخذون اليهود النبهاء الذين لهم باع في السياسه وفي العلم وفي الدبلوماسيه، اما انهم كانوا يكونون تجار السلاطين او كان منهم من كان يكون مستشارين في البلاط السلطاني او الكثير منهم من كان يقوم بالدبلوماسيه كان ما نسميه الان بالسفراء كانوا يكون اليهود هم سفراء المغرب إلى البلدان وخاصة البلدان الغربية إذا العلاقة بين المغرب بين السلطة في المغرب وبين الشعب المغربي وبين اليهود سواء كانوا مغاربة في الأصل البلديين أو الذين وفدوا إلى المغرب كانت هناك دائما وبطبيعة الحال في كل الثقافات وفي كل الأنظمة لا بد وأن يكون هناك أحيانا بعض الصراعات مثلا اليهود كانت تمر عليهم فترات حريجة خاصة فيما ما كان يعرف بالانتقال من ملك إلى انتقال سلطة انتقال السلطة من ملك إلى ملك أو من أمير إلى أمير ومن قائد إلى قائد هذه الفترة كانت تمر عليهم عصيبة لأنهم كانوا يستشعرون الخطر هل السلطان القادم سيكون معهم أو ضدهم فلذلك كانوا يفرون إلى الجبال حتى تستتب الأمور في المغرب لهذا الأمير أو ذاك وبعد ذلك يعودون إلى المراكز الحضارية في المدن وفي في الحقيقة أنه إحنا كنعرفوا بأنه العقل المغربي عمومًا العقل المغربي عمومًا هو يتأقلم مع الثقافات يتأقلم مع المكونات الاجتماعية الأخرى فأنا أعتقد ليس هناك سبب اللي هو وجيه ولكن أنا أعتقد أن هذا إرث للعقلية المغربية إرث للعقلية المغربية لأن العقلية المغربية هي عقلية منفتحة على كما قلت على الثقافات على العلوم على الأفكار على اللغات واللغات هي حاملة للثقافات فلذلك أنا أعتقد أن هذه الميزة حينما رحل بعض اليهود إلى إسرائيل وأنجبوا أبناءهم سواء هناك أو الذين حملهم معهم إلى المغرب فإن هذه الجينات التي جنت اليهودية ولكنها مزيج بالثقافة المغربية أعطتهم أه واحد نوع من الذكاء واحد نوع من الفطنة واحد نوع من الانفتاح عقليا هذا أعتقد هذا هو السبب الذي جعلهم يتبوؤون بعض المناصب القيادية في الحكومات الإسرائيلية المتتالية